إذاعة الكويت تقدم قصة حياة الفنان عبد الحليم حافظ. نقدم هذه الحلقات. يكتبها السيد الشربجي ويخرجها مهند الأنصاري. مفيش عندك راديو هنا في الأوضة؟ راديو؟ انت عارف ان الراديو هو حياتي. يا ريتني جبت معايا الراديو اللي كنت اشتريته لي وانا في المستشفى. اسمع حليم ولا يهمك عنه. انت مش عاوز تسمع راديو؟ ايوه. هتسمعه ليل ونهار لحد ما تزهق منه. ازاي؟ فين؟ اصل الست سعدية اللي ساكنة في الأوضة اللي جنبنا هنا في الرابعة هي رخرة غاوية راديو، مجنونة بالراديو. وحضرتها سيري بقى فتحاه ليل نهار على الآخر زي ما نكون في قهوة بلدي. لما تعوز تسمعه يا عم خد لك كرسي واقعد في الحوش قدام باب الاوضه وانت تسمع لما تشبع. هايل، تبقى مشكله الراديو انحلت. لكن الست سعديه اللي بتتكلم عنها دي بتقول انها مجنونه بالراديو. هي فنانه هي رخره؟ فنانه ايه يابا؟ ما تخليك في حالك. ايه، ست وحشه تخوف؟ لا 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 لا، بالعكس، دي ست طيبه وبنت بلد من النوع اللي يحبوا الناس ويخدموا بالعين. اذا عوزت ايها حاجه منها بقولها. يعني ما خافش منها؟ مفيش حاجة هنا تخوف يا عبد الحليم. أنا هسيبك بقى علشان أروح الشغل، حسن الساعة بقت 8 إلا ربع. طب مفيش حاجة أعملها عقبال ما ترجع أنت من الشغل؟ لا أبدا ولا حاجة، ما تشغلش نفسك بيا. تقدر تقرأ أو تسمع راديو زي ما تحب عشان تثقل نفسك لحد الدراسة في المعهد ما تبدأ. لسه لك أسبوعين على بدء الدراسة في المعهد يا حليم. طب اتفضل روح حضرتك الشغل. مع السلامة. بقول إيه؟ نعم إسماعيل. انا ما فكرتش هتفطر ازاي. اصلا انا يعني اتعودت اجيب سندوتش فول وانا في الشغل مع كوبايه الشاي. طب بس ما تحملش همي، انا كمان هجيب سندوتش فول واعمل لنفسي كوبايه شاي. طيب معاك فلوس؟ معايا 37 قرش بحالهم. تحب تشوف؟ لا لا لا. طيب خد بالك من نفسك يا حليم، اوعى ما تفطرش، انت لازم تتغذى كويس. انت كمان هتعمل لي زي عليا، دايما خايفه عليا وتبقى عاوزه تاكلني بايدها. انت مش قلتلي اني كبرت خلاص وبقيت راجل؟ طبعا راجل. ها انا ماشي بقى، مع الف سلامة. مسكين والله اخويا اسماعيل، الاوضة ضيقة وكركبة وعايزة خدمة.
ازاي كان عايش لوحده؟ امتى بيروح شغله؟ وامتى بياكل؟ وامتى بيغسل هدومه وينظف اوضته؟ لكن على اي حال انا لازم اساعده، على الاقل اعمل باكلي ونومي معاه. اول حاجه انظف الاوضه. بس فين المقشه؟ ايه ده، ما عندوش مقشه؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ الست سعديه اللي في الاوضه اللي جنبنا في الربع، ساكنين في ربع، بيتنا في الزقازيق كان احسن، على الاقل كان بيت لوحده مش ربع. لكن ولا يهمك يا عبد الحليم، في سبيل المجد لازم يتعب الجسد، وعلى راي الشاعر كلما كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد. اروح اجيب المقشه من الست سعديه. انا جارك يا ست سعديه، عاوز مقشه لو سمحتي. مين؟ اقفل الراديو يا واد يا حسون اما اشوف مين الجدع. لو نبي سيبيه، ما تطفيهوش لو سمحتي. طب استنى يا واد يا حسون، عليك كمان يا واد. حضرتك مين يا شاب؟ انا عبد الحليم شبانه جارك. عبد الحليم شبانه؟ يا اختي يقطعها عنيك، تكون شيخ اسماعيل شبانه اللي ساكن في الاوضه اللي جنبي. هو كده يا ست سعديه. طب يا اخويا ما تتفضل، تعال تعال يا اخويا، واقف كده على الباب، تعال اتفضل يا اخويا، ده احنا جيران. كتر خيرك يا ست سعديه، بس انا كنت عاوز. اسمعني يا اخويا، عاوز ايه؟ قول. انا تحت امرك، اي حاجه تطلبها قول عليها على طول، اوعى تنكسف، الناس اللي بعدها يا عبد الحليم يا ابني. هي يا اخويا عاوز ايه؟ قول. مش عارف، لكن عاوز اسمع فريد. خلي الراديو عالي والباب مفتوح عشان اسمعه. بس كده؟ غالي يا اخويا والطلب رخيص يا سي عبد الحليم. تحب اطلع لك الراديو في الحش عشان تسمعه كويس؟ يا ريت يا ست سعديه. من عينيا الاثنين. لو انت مجنون بفريد الاطرس زي حالتي يا سي عبد الحليم. انا مجنون بكل واحد يقول يا ليل يا عين. بسم الله يا اخويا. مجنون بالمزيكا والغنى والطرب والفن. الهي يا رب يزيدك جنان كمان وكمان. هو فيه جنان احلى من كده؟ هات الراديو يا رب عليها على الاخر. قول يا فريد، قول يا اخويا قول. يعني حضرتك طويل وجسمك صلاة النبي يعني. ايه يا جدع انت، هتحسدني على طولي وجسمي ولا كمنك سفروت كده جلد على عض؟ مش قصدي والله، انا بس مش شايف الاستاذ وهو بيشرح. حضرتك سادد عليا عشان زي ما بتقول سفروت وجلد على عضم. انت اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ خايف تقول اسمك ولا ايه؟ لا ابدا، انا اسمي عبد الحليم شبانه من الحلوات شرقيه مركز هيه. حلوه قوي من حلوات شرقيه مركز هيه. انت فاكر نفسك في التجنيد هنا بقى بالذمه؟ ده شكل بني ادم جاي يتعلم مزيكا. انت ايه اللي رماك يا ابني على المعهد ده؟ ما دخلتش ليه مدرسه الصنايع؟ ان جيت للحق مدرسه الصنايع كانت اولى بيك انت. لا يا شيخ بتهزر؟ ابدا والله، انت ربنا مديك الصحه والجسم اللي ينفعوك في الورشه. قر علينا بقى، احسدونا. لكن تعرف ان دمك خفيف قوي. لا يا شيخ، والنبي ايه؟ تكونش عاوز تصاحبني كمان؟ وليه لا، انا ما اعرفش حد في المعهد، يا ريت نبقى اصحاب. وايه اللي عاجبك فيا بقى عشان تصاحبني؟ المهم انا اللي عاجبك. والله يعني ما اخبيش عليك، ممكن باين عليك ابن حلال وقلبك نظيف قوي، ما عندكش فكره ولا الحليب الصافي.
شرقاوي بقى. شرقاوي وعبيط بقى. لا تقدر تقول شرقاوي طيب، لكن عبيط دي لا. مدام كده يبقى خلاص شيك هان. نعم بقولك شيك هان. يعني ايه؟ لا ده تنيلة خالص، مش عارف شيك هان يعني ايه. مد ايدك سلم، يعني هنبقى اصحاب، وحوسع على كثير كمان عشان تشوف الاستاذ كويس، وحقولك على اسمي. انا اسمي كمال، كمال الطويل. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا ما عيوني عليك سالوني ويا ما بتسال. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم، انا يا ما عيوني عليك سالوني ويا بخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنه وانا في النار. وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار، بوصف للناس الجنه وانا في النار. غلي عليا وضيعني ارحم عذابي النار. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. امضي هنا. ليه؟ هتمضيني على ايه؟ على الاستلام يا استاذ، ولا انت عايز تقبض من غير ما تمضي؟ اقبض؟ اقبض ايه؟ تقبضيه؟ لو انت ما تعرفش. مش واخد بالي والله يا استاذ، اصلي لسه جديد في المعهد. طب مد، مد ايدك. ايه دول؟ دول مكافئتك الشهرية، 2 جنيه. اتنين جنيه؟ صحيح، ليا انا؟ المعهد بيصرف لكل طالب 2 جنيه في الشهر. الدولة بقى عايزة تشجع المزيكا والفن، اصل المزيكا ناقصة. يعني حضرتك مش راضي عن كده؟ انا مالي يا عم مرضى ولا اغضب؟ ما هي افواج بتدخل وافواج بتخرج. لا شفنا سيد درويش جه غيره، ولا عبد الوهاب ظهر له مزيج. مين عارف، يمكن تحصل في يوم من الايام. طب خلصني، هتمضي ولا اجيب لي 2 جنيه؟ حمضي يا استاذ، ده انا في عرض مليم واحد. 2 جنيه مره واحده؟ ده اسمعين اخويا هيفرح قوي دلوقتي، هتبقى فلوسي على فلوسه. خلاص خلاص يا عبد الحليم، الدنيا بدأت تضحك لك يا عوض. ضحكوا لعبوا جد وحب، ضحكوا لعبوا جد وحب، ضحكوا لعبوا جد وحب، ضحكوا لعبوا جد وحب. عيش أيامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش أيامك عشنا ليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بروح والعين والقلب، ضحك ولا وجد وحب. أي ضحك ولا وجد وحب، ضحك ولا وجد وحب، ضحك ولا وجد وحب، ضحك ولا وجد وحب. حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير. ضحك شوية تعب شوية جد شوية وحب كتير. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول. افرح ارقص وغني قد ما تقدر، عيش اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. افرح ارقص وغني قد ما تقدر، عيش اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش. عيش ايامك وحب، عيش احلامك، عيش بالروح والعين والقلب. سعد الحليم يا اختي يا مدامتي،
هعمل ايه يا ست سعديه؟ ملناش واحده ست وما اقدرش اسيب الاوضه وسخه من غير تنظيف. طب وانا مش ست يا عبد الحليم؟ ما تقولش ليه يا اخويا اجي انضفها لك. العفو يا ست سعديه، ده معقول؟ ومش معقول ليه واحنا جيران؟ اوعى يا اخويا اوعى سيب المقاش اوعى. لا مش ممكن، مش ممكن يا ست سعديه. مش عليك يا عبد الحليم يا اخي، اعتبرني زي اختك الكبيره او حتى زي والدتك. والدي يا ندمتي يقطعني يد الكسوف. هو انا قلت ايه؟ الله يرحمها بقى يا عبد الحليم. انت يا اخويا كل ما تيجي سيرتها تزعل. قول لي بقى بتعمل ايه في المعهد؟ مش تسمعني حاجه من المغنى اللي بتدرسه؟ انا اصلي بتاعت حظ واحب المغنى قوي. النبي يا شيخ تسمعني حاجه قول. طب سيبي المقشه اكمل تنظيف الاوضه وبعدين اسمعك، من غير كده مش هغني لك. ده شرطي. يعني مصيبتي ان انا ضعيفه قدام المغنى، وعشان تغني لي مستعده اروح توكل. خد يا اخوي خد المقشه اهي وامر لله، بس على مهلك والنبي. ها متخافيش عليا، ده انا لسه في عز شباب يا ست سعديه. عيني على شباب اليوم. بسم الله يا اخوي. عبد الحليم مالك يا اخوي؟ ابدا ابدا يا ست سعديه. طب اوعى اوعى سيب المقشه كده، ما قلت لك يا اخويا ما تتعبش نفسك. ده يظهر من اثر حقنه البلهارسيا اللي هدتني وهتهد عمري كله. شايفه؟ شايفه لون الاصفر يا ست سعديه وجسمي النحيف ده؟ عيني عليك يا ابني، انا عارفه انت ليه ما بتتخنش، لكن ازاي حسره لا راحه ولا لقمه هنيه، وطول النهار في المعهد وطول الليل في المذاكره، هتجيلك منين الصحه والعافيه؟ ولا يهمك يا ست سعديه، بكره تتعدل ان شاء الله. وإلى الغد. مع مشوار المجد والعذاب في حياة الفنان عبد الحليم حافظ، يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري. ضيل أنادي والشارع دي.